اللي شدني في الفيلم انه قالوا لي شخصية حداد محمود حميدة في الحاضر وانت في الماضي. فدي اول حاجة طبعا لما سمعتها، طب ده قبطان بحري، الزمن اللي في الماضي اخر الخمسينات اول الستينات. دايما القبطان البحري بيبان صارم جدا في الافلام وفي الدراما، هنا بنشوف الحتة الانسانية اللي فيه، بيحب مين، عرف مين في حياته، شغله وحياته مشت ازاي، القرارات اللي خدها اللي ندم عليها وتأثيرها عليه في الحاضر. كمان الزمن ده الحب فيه كان مختلف، ما كانش فيه التكنولوجيا دي، تبعتي جواب ومحدش رد عليك وتقولي دي سابتني وحاجات كده. فاللغة مختلفة، الثقافة مختلفة، التعامل مختلف. انا معيشش الفترة دي بس شفتها في الافلام، فكنت باخد من استاذ حميدة حاجات اللي هو وانت قد حد كنت بتعمل ايه. فالتجربة في العموم انا بصراحة بسطت بيها قوي، حبيت قوي كمان انه عشان احنا بنحمل نفس الشخصية فلازم في حاجات تبان في الماضي عشان ترجع تاني تبان في الحاضر. انا شفت، انا عارف انا عشان هو قبطان بحري، انا قريب من حد في عيلتي قبطان بحري قديم يعني سابق يعني، انا دي حاجات انا عارف ان انا مش هحتاجها في مشاهد في الدراما، بس زي بعمل زي تاريخ للشخصيه ليا. انا درست كتير قوي عن رتب القياده جوه السفن زمان لانها اتغيرت شويه، البحاره بيناموا فين والكابتن بيعمل ايه والرتب وعامله ازاي، حاجات بس ليا لانه الشخص ده هو قبطان هادي ولكن في صفه القائد واللي هي مديه راسي كده، مديه على شخصيه محمود حميده وشخصيه حداد. فانا عجبني ده وكنت باخد زي ما بقولك من محمود حميده حاجات، لانه في مشهد معين مثلا هو قال لي على جمله فلازم تبقى في المشهد ده، لانه الحد ده هو صغير بيحب ازاي، لانه اكيد هو صغير انفعالاته وافكاره في حاجات منها اتغيرت وانفعالات هديت لما كبر، وفي حاجات يبان ان هو ندم عليها، وفي حاجات يبان ان هو كان لازم يعمل وما عملش او عمل وما كانش مفروض يعمل كده. فالتحضير ده كواليسه كنا نقعد نتكلم ناخد من بعض حاجات، في روتين رقصه في الفيلم مع عائشه بن احمد، ده تعبني جدا جدا لانه عائشه شاطره جدا في الرقص، والكوريوجرافر او مصمم الرقصات مصطفى حجاج تعب معايا انا قوي لانه هي شاطره فبيغير الروتين او بيغير حركه هي تمام، انا لا ثانيه واحده دراعي ده كان بيجي هنا راح فين. فخدت وقت كتير قوي، قعدنا شهر ونص بنحضر وكان لازم اتمرن كتير كتير كتير، وفي وقت مش لازم مش هينفع اروح نروح الاستوديو كل يوم، فلازم اتمرن في بيتنا، فبيتنا مفيش مساحه كفايه، فكنت اطلع على سطوح العماره عشان مساحه واسعه واعد مع المزيكا اعد في انا كل الحاجات دي كانت بالنسبه لي يعني التوافق العضلي العصبي ما كانش موجود تماما. فالحمد لله انا مش شفتش الفيلم كله بس شفت الحاجات دي في المونتاج، طلع الحمد لله شكلها كويس، فرب خير ان شاء الله. انا كنت خايف من انا مره اعمل شخصيه رومانسيه كده، دايما بعمل لايت كوميدي كوميدي دراما، لكن اول مره اعمل رومانسي كده، فانا خايف من ده. كل المشاهد كانت صعبه في الحته دي، بس الرقصه خدت مجهود بدني وذهني شويه، لكن على مستوى الاداء التمثيلي يعني انا خايف كل مشاهد رومانسيه، انا بتكسف جدا في الحقيقه، ولكن الشخصيه هو شخصيه قياديه وشخصيه هاديه جدا وعارفه هي عايزه ايه، فده اللي كان عكس يوسف تماما. يعني المستوى الفني اكيد في ادوار معينه عايز اشتغلها، في ناس معينه عايز اشتغل معاها، مخرجين عايز اشتغل معاهم. على المستوى الانساني نفسي طبعا الوضع الموتر الصحي اللي احنا قاعدين فيه ده، ولسه كمان في حاجه بيقولوا جديده بتطلع، ده طبعا موتر للناس كلها، الناس اللي غاليه علينا بنخاف عليها كل يوم وبنامنها كده يعني، فرب الدنيا دي تهدى ونرتاح والموضوع يخلص، لانه الموضوع موتر كمان عصبيا يعني.